ديفيد، نعم. هل تعتقد أنه يمكنني أن أصبح عارضة؟ عارضة؟ أي نوع من العارضات؟ عارضة في مجلة، عارضة أزياء مثل ماريا كي. أجل، بالتأكيد يمكنك، ستكونين عارضة رائعة. هل تعني ذلك حقا أم أنك تحاول أن تكون لطيف؟ بالطبع أعني ذلك، لديك فعلا سمات جميلة، خصوصا عينيك. هل تعتقد ذلك؟ لطالما ظننت أن عيوني بشعة. أنت جادة، عيونك ليست بشعة، أنت لست بشعة. ما الذي جعلك تظنين ذلك؟ عندما كنت صغيرة جارتي كانت تقول عني بشعة، كانت لئيمة جدا، ذلك أثر بي كثيرا كما تعرف، ندتني بالبشعة لمدة طويلة. جارتك حمقاء، أنت لست بشعة، الجمال موضوعي، للبعض الجمال يعني اتباع صيحات الموضة واتباع قواعد الجمال. شخصيا أعتقد أن الجمال يختلف من شخص لآخر، الجسد ما هو إلا وعاء يحمل الشيء المهم، ألا وهو الروح. عندما أخذ صورة أحاول تصوير جمال روح الشخص. الكثير يؤمن بأن العيون هي نافذة للروح. لست متأكد من صحة الموضوع، لكن إذا كان كلامهم صحيح فأنت لديك روح جميلة جدا، وملامحك أيضا جميلة. أنا أعني ذلك حقا. أنا أشكرك جدا. كيف يجب أن أفهم مديحة؟ أشعر بالارتباك. هل تعلمين ما أظنه؟ ما أفكر به حقا؟ عند خروجنا من هنا يجب أن تأتي معي للمدينة. إذا لم يبقى لك شيء في هذه القرية، لماذا لا تقومين باللحاق بأحلامك؟ يمكنك أن تكوني عارضة رائعة، حتى قطك سيكون مشهور. أنا ذلك يجعلني سعيدة جدا. اتفقنا إذن، إذا خرجنا من هنا أحياء سأساعدك حتى تحققي حلمك. أجل، سأتبع حلمي وسأنجو من هنا. أشكرك. لا داعي لشكري، سيكون من المؤسف لو ضاعت موهبتك في هذه القرية الصغيرة. أمر أني أكره عملك خبازة، الأمر فقط أني حلمت دوما بأن أعيش في المدينة. أعلم أن الأمر ليس مهم، وعلى الأغلب حلم ممل، لكن أنا... حلمك ليس ممل، جميع الأحلام مهمة. لو أنك حرقت الرسالة ما كنت تأتي إلى هنا اليوم، على الأغلب كنت سأموت على يد والدتك. أنت محقة. أجل، سعيد أني جئت هنا. أعرف أنه بالكاد نعرف بعضنا، لكن أشعر أني أعرفك وقد التقيت بك سابقا. أعرف أن الأمر يبدو غريب. الحقيقة أشعر بنفس الشعور، كأنها ديجافو. ربما من المقدر لنا أن نلتقي بعضنا. ربما، من يعلم. كل ما أعرفه هو أنك جميلة وستكونين عارضة رائعة، وأنا أريد حمايتك ومساعدتك أنت وقطتك للخروج من هنا. هل يعني ذلك حقاً؟ وأساعدك في تحقيق حلمك طبعاً. لماذا أنت لطيف جداً معي؟ أنا... لا أعرف. على أي حال لتحرك، لابد أن المخرج قريب. أخيراً أول مرة على القناة نلاقي ناس طبيعيين مع بعض، لقينا كابلز مثالي أخيراً. هترك لكم طبعاً رابط الجزء الأول من هاي اللعبة فأول تعليق مثبت. طبعاً المفروض بكم تكونوا حضرتوا الجزء الأول وهلأ جايين تكملوا الجزء الثاني. وصلنا لهاي الغرفة اللي استراح فيها ديفيد وأريس، وهلأ نكمل مغامرتنا معهم. المحاولة الأولى لإيقاظ زعيمنا كانت فاشلة، لهذا كان يجب عليها أن تعاقب. تعذيب الوعاء البشري فشل، تم نقل الوعاء البشري لمكان آخر والانتظار بضع سنين. كانت مفاجأة لنا عندما وجدنا أن الوعاء بدأ بالتصرف حسب رغباته. كانت علامة أن زعيمنا استيقظ. الوعاء يحتاج فقط لدفعة إضافية. ماذا؟ تعذيب الوعاء البشري باستخدام الإبر والدبابيس. هم حتما يتحدثون عن ديفيد. الوعاء البشري؟ ماذا يقصدون بهذا؟ يبقى قاعدين نلاقي كتابات للطائفة اللي محتلة هذا الضريح، وشكلهم كانوا باتفاق مع ام ديفيد يعملوا عمليات تعذيب لديفيد. اللي فهمته من الموضوع كأنهم شاكين انه في كائن جوا ديفيد. دانا ولدت وعاء بشري ذكر، عندما يبلغ 7 سنوات سنبدأ عملية التعذيب. نأمل ان تقوم صدمة التعذيب من ايقاظ الزعيم من سباته. دانا، لكن هذا اسم والدتي، ما الذي يحدث؟ هل أنا هو الوعاء البشري الذي يتكلمون عنه؟
عملية التعذيب الإبر والدبابيس، هل يقصدون ما كانت تفعله والدتك بك؟ أنا لا أعرف، من من الممكن أن يكون كاتب هذه النصوص؟ من الواضح أنهم يعرفونني. يبدو أن الصدمات التي مررت بها كلها كانت خطط ملتوية وضعها شخص لا أعرف من يكون حتى. تعرفين ماذا؟ تبا لكل شيء، لنخرج من هنا. طبعا أكيد حتكون صدمة كبيرة على ديفيد أنه يعرف أنه أمه كانت تعذبة بسبب هاي الطائفة، لأنهم شاكين أنه في زي كائن داخل ديفيد. ديفيد، تجاهليهم، يبدو أنهم مسالمين. ونوصلنا زي طابق تحت الأرض وفي كائنات غريبة بتشبه الديدان ولها شعر، ما بعرف شكلهم غريب غريب مع بضحك مع كيوت، ما بعرف هيك خلطة يعني عاملين، بس انهم ما بيأذونا فبنقدر نكمل طريقنا عادي. اوكي هنشوف وين ممكن نوصل. مفتاح من حجر الجيد. ديفيد، لدي شعور سيء حول هذا المكان. ديفيد، غريب. ديفيد، طبعا في كتابات هاي باللغة اللاتينية. ديفيد، هل أنت بخير؟ في على ما أظن حدا بيحكي مع ديفيد، وشكله بس ديفيد هو اللي سامعه. هل هذا هو الاستوديو الخاص بك؟ لا يبدو أنه احترافي. سأحضر الكاميرا، اجعلي نفسك مرتاحة. أوكي، بهذا ذكريات من ديفيد، شكله كان بيصور إحدى العارضات، بس ليش رجعت له هاي الذكرى بالذات؟ ديفيد، قل شيئاً. ديفيد، ما تخوفنا، رد. لا تقلقي، إنه لا شيء، لنخرج من هنا. أوكي ممتاز، كنت حتخيل إنه حيتحول لوحش، بس شكله الأمور ماشية تمام لحد الآن. هلا باستخدام المفتاح نقدر نفتح البوابة الرئيسية على ما أعتقد. خلينا نتوجه للطابق الثاني ونفتش في باقي الغرف. هي اللعبة كتير حلوة، بس المشكلة بتصميم الغرف والخريطة اللعبة، يعني فيها مرات طويلة زيادة على اللزوم، ما إله داعي تكون قد طويلة. خلينا نشوف الغرف اللي هون إذا فتشناهم كلهم. أوكي هاي أول مرة بندخل هالغرفة. منذ أن أصبح حكام هذه القرية معنا، أصبح هذا الضريح هو مكان تجمعنا. لا أحد يستطيع الوقوف في وجهنا. هذه القرية ملك لنا ولزعيمنا. أنا لا أفهم. أخبرني جدي مرة عن وجود طائفة تتحكم في هذه القرية، لكني ظننت أنها مجرد واحدة من قصصه المخيفة. أوكي في كمان بازل هون. هلا بس أحرك الساعة على ما أعتقد حسب ترتيب الأرقام، يعني واحد بعدين بروح على الرقم اثنين وثلاث وهكذا، طبعا هاي الأرقام الرومانية. طب خلينا نحكي إحنا عن الطائفة عبين ما أحللكم الرغز. إنه الطائفة هاي متحكمة في كل القرية، غريب يعني. يبقى سلطتهم كبيرة، إنهم يقدروا حتى زعماء القرية إنهم يصيروا تحت سيطرتهم. وكمان حاب أعرف ليش اختاروا دانا اللي هي أم ديفيد، وليش ديفيد تحديدا إنه اختاروه إنه يكون داخله هو القائد المجموعة تبعتهم أو زعيمهم. على الأغلب إنه أظهر شيطان فيه أو هيك إشي يعني. هاي غرفة جديدة كمان. تنبأ قائد هذه الطائفة أن زوجته دانا ستنجب الوعاء المناسب لزعيمنا بعد ولادة الوعاء. القائد أنهى حياته وجعل زوجته دانا المسؤولة من بعده.
دانا لم تقم بمهات القائد، لكن تبعنا أوامرها حتى وصلنا لنتيجة أن كل خططها باءت بالفشل. تخلصنا منها ودفناها في هذا الضريح. نقلنا الرعاة لأحد النساء في الطائفة، قامت بلعب دور عمته. لكن في يوم ما غادر الرعاة إلى المدينة، لكنه بالتأكيد سيرجع. سنقوم بجذبه لهنا عن طريق رسالة لا يمكن له تجاهلها. لقد ظهرت العلامات، حان وقت التنفيذ. دانا، هذا اسم والدتي. هل هذا يعني أن والدي هو قائد هذه الطائفة؟ وأن المرأة التي انتقلت عندها لم تكن عمتك، بل أحد نساء الطائفة. حياتي كلها كذبة. أنا آسفة، لا أعرف ما أقول لك. لا يمكن أن أسمح بهذا، هناك خطأ ما. على الأغلب يريدون التلاعب بي بتلك الأكاذيب. كلها أكاذيب، أنا أرفض أن أصدق ذلك. تبا لتلك الطائفة، سنخرج من هنا. أعتقد أنه ما زال في حالة صدمة. مقرف، يد مقطوعة. يوجد شيء مثير للشك في أحد هذه الأصابع. خليني أقطع واحد من هاي الأصابع بالسكين. طبعا الصدمة الكبيرة إنه والد ديفيد هو قائد هاي الطائفة، وباتفاق مع زوجته دانا قرروا إنه المولود اللي حتولده دانا اللي هي أم ديفيد هو حيكون وعاء لزعيم هاي الطائفة الشيطاني. لكن الوالد ديفيد انتحر، يمكن ما قدر يتحمل الضغوط اللي عليه، وخلى دانا زوجته هي المسؤولة عن هاي الطائفة، لكنها ما كانت قد المسؤولية بالنسبة لهم، فاضطروا انهم يقضوا عليها ويسيطروا على ديفيد. بس ديفيد انتقل لمدينة تانية، واضطروا انهم يرجعوه عن طريق رسالة. هذا الصوت جاء من القاعة الرئيسية. اوكي، خلينا نروح هلأ على البوابة الرئيسية اللي كانت مغلقة، أكيد هلأ فتحت. فتحنا الباب باستخدام مفتاح الجيد، مصنوع من حجر الجيد. الأغلب قربنا نطلع برا. ديفيد، لماذا تغادر المكان؟ هل ستذهب حقا وتترك أمك؟ دعيني وشأني، أنا جئت هنا فقط حتى أتأكد أنك ميتة. لا أعرف كيف رجعت للحياة، لكنني لن أسمح لك بمغادرة هذا المكان. تبدو غاضبة. أنت شخص مميز يا عزيزي، مميز جدا. يوجد وحش بداخلك، وحش سيء جدا. كل تلك الإبر والدبابيس كانت لإيقاظه من داخلك، لكن الأمور لم تجري حسب الخطة. لا شيء من هذا منطقي، أنا لست وحش، أنت هي الوحش. صحيح، ربما لو أزلت لسانك هذا سيوقظه بالتأكيد. لا مجال للتفاهم مع حالي، نهرب. أنت محقة، لنخرج من هنا. خلينا نهرب من الأم اللي بتشبه الصرصور، اللي مصرة كمان انها تأذي ديفيد بعد كل الامور البشعة اللي عملتها فيه. بتمنى انه نقدر نقضي عليها بالمرة. بسرعة بسرعة. لا اوكي، لحظة، لدي فكرة. فكرة عبقرية يا ديفيد. انتظرت هذه اللحظة منذ مدة طويلة. ألن تقولي شيئا يا أمي؟ ما حتقدر تحكي إشي لأنك فغصتها. أعتقد أنها ماتت، حتى الغيلان ممكن أن تموت لو تلقت ضربة قوية. للأسف، كنت أريد سماع صرخاتها. لا يوجد فائدة من البقاء هنا، لنغادر المكان. نعم، أنت محقة. لكن على الأقل إنه قدر ديفيد يقضي على أمه الغولة. طبعا أوكي، صرت أتحكم في إيريس. هنشوف ديفيد، هل يمكننا مغادرة المكان الآن؟ ديفيد مصدوم. نعم، لنخرج من هنا. أخيرا طلعنا من هذا المكان المقرف.
لقد فعلناها. رأيتي، قلت لك أننا سننجو، وتمكنت من القضاء عليها أيضا. برافو ديفيد. على الرغم من كل شيء فعلته بك، لابد أن القضاء عليها كان صعب عليك، صحيح؟ لا، ما أظن، أنه كنا حابين نقضي عليها الصراحة. لا أبدا، أشعر أني تحرر. أوه فهمت. اسمعي، أنا راجع للمدينة، لماذا لا تذهبين معي الآن؟ انسي أمر عملك، انسي أمر بيتك، انسي هذه القرية. سأساعدك حتى تصبحي عارضة، يمكنك البقاء في شقتي. حقا؟ بالطبع، أنا أعني ذلك. ماذا يجب أن أفعل؟ سيكون من المحسن لي أن أترك هذه القرية، لكني حقا أريد تحقيق حلمي، أريد العيش في المدينة وأن أصبح عارضة أزياء. لم تعالي معي لنبدأ حياة جديدة معا. أنا أريد التعرف عليك أكثر. أعتذر إذا بدأ كلامي غريب، لكن هكذا أشعر حقا، أنت شخص مميز. أنا أيضا أريد التعرف عليك، أنت مميز، لقد قمت بحمايتي، أنت شخص طيب. أجل، أريد الذهاب معك للمدينة. لنذهب إذن، أنا وأنت وأوسكرز، المدينة تنتظرنا، السعادة تنتظرنا. أخيرا، نهاية سعيدة، أكيد رايحين هلأ يتزوجوا ويعيشوا حياة حلوة. ديفيد وأريس وويسكرز توجهوا للمدينة. أريس وويسكرز عاشوا في شقة ديفيد. أريس أرادت تحقيق حلمها هذه المرة، وفي نفس الوقت بدأت بالوقوع في حب ديفيد. ياي، أخيرا. بعد وصولهم بفترة قصيرة، ديفيد عرض على أريس أخذ جلسة تصوير، أول جلسة تصوير في الاستوديو الخاص به، الجلسة التي ستساعد أريس في بدء حياتها كعارضة أزياء. نايس، حياة سعيدة. لا أصدق أننا هنا، الاستوديو الخاص بك رائع جدا. سعيد أننا لإعجابك. إذا هل سنبدأ الآن؟ ماذا يجب أن أفعل؟ ما هي وضعية التصوير المناسبة؟ لا ديفيد، ما تخرب الأمور. ديفيد، هل هناك مشكلة؟ إنهن دائما نفس البنات أصحاب الثقة المهزوزة، مثيرات للشفقة، يحلمن أن يصبحن مشهورات. ماذا؟ أنا حقا أريد تصوير روحك، لكن حتى أفعل ذلك يجب أن أصل إليها أولا. أنت تخيفني، ولماذا أشعر بالنعاس؟ هل تذكرين الشاي الذي شربتيه؟ سيجعلك تشعرين بالنعاس والاسترخاء، لكنك ستبقين مستيقظة. لا تخافي، ستشعرين بكل شيء. فعلت، كيف استطعت فعل هذا بي؟ ماذا ستفعل بي؟ أولا أريد وضع الإبر في رثتك كما كانت تفعل أمي بي. أريدك أن تجرب الشعور. بعدها سأقطع لسانك وأصابعك، على الأغلب سأجعلك تتذوقين الألم لبضع دقائق، بعدها سنمرح قليلا معا. توقف، أنت مجنون، كيف يمكنك فعل شيء كهذا؟ الجزء القادم هو المفضل لي، سأقتلع عينيك وأحتفظهما كتذكار، بعدها سأبدأ بتقطيعك لأجزاء صغيرة ووضعك في أكياس القمامة. هذه الطريقة الوحيدة لتصوير روحك. أرجوك لا تفعل ذلك، لقد وثقت بك. أخشى أن ذلك الكلام لن ينفع، أنت لم تكوني الأولى ولن تكوني الأخيرة. كنت أقتل النساء منذ فترة طويلة، والناس في هذه المدينة يحترمونني كوني مصور محترف، ليس لديهم فكرة عن هويتي الحقيقية. بالمناسبة سأعتني بقطك، لهذا لا تقلقي، وجود قط معي سيسهل عملية التلاعب بالناس. حسنا، سأحضر عدتي، بعدها يمكننا البدء. يعني لا يخربوا علينا النهاية السعيدة، لا يصدمونا هالصدمة الكبيرة. Ha 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 ha!
تم الإبلاغ عن اختفاء إيريس، لكن لم يرها أحد بعدها، ولم يهتم أحد في القرية باختفائها. ديفيد أكمل القضاء على الأبرياء حتى اكتشف أمره أحد جيرانه وأبلغ عنه أحد الشرطة. للأسف وصلت الشرطة متأخرة، ديفيد هرب ولم يجده أحد. نهاية سيئة جدا، لم يجد أحد بقايا جثث ضحايا ديفيد. الشيء الوحيد الذي تم إيجاده هو زوج عينين كان بجانب وسادته. نهاية سيئة جدا، ما توقعت هيك يصير معهم، عاد كانوا كابلز حلوين. خسارة. طيب خليني أجرب نهاية تانية، حغير الخيارات شوي فيها. المرة هاي لما وصلنا لهاي الغرفة كان عنا خيارين، يا يعني نسألها عن حياتها يا يعني نبقى صامتين. حختار إنه نبقى صامتين. يبدو أنك لا تحب الكلام، أليس كذلك؟ إنها مزعجة. أنا أتكلم من خلال عدسة كاميرتي. آه فهمت، لكنك تحتاج لأن تكلم الناس، أقصد الزبائن، حتى تتواصل معهم. أجل تأكيد، لماذا تسألين؟ أنا فقط. هل أنت مهتمة بمعرفة المزيد عني؟ أنا فقط أريد فتح محادثة. هل يحاول أن يكون وقح مرة أخرى؟ اسمعي، أنا سأساعدك للخروج من هنا وإيجاد قطك، لكن لا تتوقع أن أكون ودود ولطيف معك. أنا شخص لا أحب الكلام، حسناً؟ هكذا هي شخصيتي. لا داعي لأن تكون وقح، حسناً؟ أنا لست وقح، أنا فقط متعب جداً من كل شيء، لكن يجب أن أمضي قدماً. يوجد لدي كثير من الأشياء لفعلها. ماذا تقصد؟ بدأت بالشعور بعدم الراحة بجواره. غريب قديش هذا الخيار اختلفت فيه شخصيته، كتير اختلفت. أوكي، بالغرفة الثانية لما استرحنا كان عندنا برضو خيارين، لما تكون أريس تحكي عن حالها بشعة، فإنه كان عندنا خيار يا نكون طيبين معها ونحكي كلام حلو أو نكون وقحين. المرة الأولى اخترنا أن نكون طيبين، هاي المرة حنجرب نختار أن نكون أو نرد عليها بوقاحة. صحيح، أنت محقة، لن تكوني عارضة أزياء جيدة، أنت بشعة. أوه ماذا؟ أنا أعتذر لكنك بشعة، هذه هي الحقيقة، من الأفضل أن تتقبل الموضوع. لقد صورت العديد من العارضات الجميلات، لهذا فأنا أعرف الصفات المطلوبة لك لتكوني عارضة. لن يقبلوا بفتاة مثلك، عيونك مملة وعادية، شفاهك كبيرة ولست طويلة. قصف من كل الجهات على أريس، كما أن صوتك مزعج. هاي صار يقصف فيه. لا يا ديفيد، هل هو جاد؟ لماذا كل هذه القسوة؟ كيف لك أن تكون قاسي هكذا؟ ما خطبك؟ أنا صادق، لماذا الناس تكره الصراحة؟ لماذا لا يتقبل الناس الحقيقة؟ اسمعي، أنا أعتذر إذا كان كلامي قاسي أو أني جرحت مشاعرك، لكن هذا لمصلحتك، عليك أن تنسي أن تكوني عارضة أزياء. أنا أعتذر حسناً، لا يمكنني إلا أن أكون صريح. أنا أكرهك. يبدو أن انطباعي الأول عنك كان صحيح، أنت شخص سيء. فقط لأني صريح، ليس ذنبي أنك بشعة. انسى الموضوع، لنخرج من هنا. أتفق معك، يجب أن أبتعد عنه في أسرع وقت ممكن. هتعتبروا كلامي غريب، بس ما بعرف، تسليت بشخصية ديفيد الشرير أكتر من ديفيد الطيب، ما بعرف. حسيته بضحك أكتر. أوكي، بالنسبة لهون، هاي لما جته ذكريات عن عارضة الأزياء، هلأ لأنه كانت خياراتنا مختلفة فحيختلف المشهد. خلينا نشوف شو حيصير. الاستوديو الخاص لك لا يبدو احترافي. سأذهب لإحضار الكاميرا، اجعلي نفسك مرتاحة. هل أحضرت كاميرتك؟ لحظة، ماذا تريد أن تفعل بالسكين؟ هل هذه من أجل الصورة؟ أوه لا، هذه لك أنت. لا، ابتعد عني. أرجوك دعيني أرى روحك. أن أستطيع تصوير روحك، سأفضل الكاميرا، لا تتحركي.
اوكي، عرفنا شو عمل في العارضة. يبقى قطعها. بالنسبة للمشهد هاد، اللقاء الأخير، لما تكون خياراتنا كلها مختلفة حتختلف النهاية. خلينا نشوف شو حتكون النهاية هاي المرة. يمكننا أن نغادر الآن. للأسف كنت أريد أن أخدعك لتأتيل شقتي. ماذا؟ لكني أعرف أنك لا تثقين بي وستهربين مني بأسرع وقت عندما نخرج من هنا، ولن أراك بعدها إطلاقا. لا يمكن أن أسمح بهذا، لهذا يجب أن أقوم بفعلها هنا والآن. ماذا تقصد؟ هل ترين أنا لست شخص جيد بعد كل شيء؟ ضع السكين جانبا. أخشى أنني لا أستطيع ذلك. يوجد وحش بداخلي وهو جائع جدا. لقد قتلت الكثير من الفتيات المثيرات للشفقة على مدى السنوات الماضية، فتيات ثقتهم بنفسهم معدومة، كان من السهل التلاعب بهم. أنت قاتل؟ لا أصدق أني كنت ساثق بك. أريد رؤية روحك يا أريس، وأريد أن أحتفظ بعينيك كتذكار. لهذا أرجوك قف في مكانك، هذا سيؤلمك كثيرا. ابقى بعيدا. أريس وديفيد تعاركا، لكن لسوء حظ ديفيد ماذا فعلتي؟ حاولت قتلي، هذا خطأك. هل تعرفين؟ هذا لا يؤلم. أنا لم أعد أشعر بالألم بعد الآن. من يهتم؟ أنت مجرد رجل مصنوع من لحم وعظم، إنك لن تنجو من هذه الإصابة. أنا سعيدة أنك اعترفت لي بجرائمك الآن، لن أشعر بالذنب عليك. الصدمات التي تعرضت لها في طفولتك لا تبرر أفعالك بالفتيات البريئات. لقد ظننت أني فتاة ضعيفة وهشة، لكني لست كذلك. كما جعلتك أمك أقوى، أنت جعلتني أقوى. وبالنهاية الثانية بتقدر أريس أنه تخضع ديفيد وتحمي حالها. طبعا النهايتين بالنسبة لي سيئات. طبعا أي خيار بنختاره مش ممكن أبدا أنه نقدر نخلي ديفيد معنى طيب، لأنه أصلاً هو شرير وأصلاً قتل بنات قبل أريس. فإيش ما كان اختياراتنا، مستحيل إنه يكون عندهم حياة سعيدة. يعني ضحكوا علينا بالأول. أوكي أصدقاء، أتمنى إنه اللعبة عجبتكم. ما تنسوني باللايك والسبسكرايب، دعمكم كتير مهم. بحبكم وبشوفكم بالفيديو القادم. باي.